حسين، دورة جديدة بعنوان احترف لكليك بانك. دورة إن شاء الله راح تكون مجانية، راح تشوفوها بمدونتي باليوتيوب. راح تكون مجانية للكل، وأي واحد بده يشوفها راح يشوفها مجاني من غير أي تكاليف. الدورة راح تكون بشكل مختلف عن الدورات اللي بعطيكم إياها، راح تكون للمبتدئين وحتى للمتقدمين. الأدفانس يوزر برضو راح يستفيد منها كثير، حتى لو كنت مبتدئ بشكل كبير وما بتعرف أي إشي عن كليك بانك وأي إشي عن الأفلييت. بآخر الدورة إن شاء الله راح تكون في مرحلة احترافية، بحيث إنك تربح من كليك بانك بكل سهولة. تمام، شو راح أعطي بالدورة؟ راح تفهم طريقة الربح من الأفلييت، شو الأفلييت، كيف تربح منه، كيف الناس بتروح من الأفلييت بشكل عام طبعا، وبشكل خاص راح تعرف كيف موقع كليك بانك كيف بيعمل، وكيف أنت تربح منه باحترافية. دورتي اللي راح أعطيها إن شاء الله أسلوبها بيعتمد على المهمات عشان تفهموها بسرعة. كيف يعني مهمات؟ راح أضع كل فترة فيديو بشكل مهمة، إنك لازم اللي بيحضرها يقوم بهاي المهمة ويكملها كاملة. طبعا الأدفانس يوزر والمتقدمين بدهم يستحملوني شوي بهاي الدورة، راح أكون بحكي بشكل مبتدئ جدا. راح أبدأ للمبتدئين في شغلات كثير أكيد راح تكونوا تعرفوها وراح تكونوا تعرفوا تعملوها، بتكونوا تستحملوني معلش. هيك طلبات الناس يعني، لازم أكون شويها مبتدئين شوي. الدورة راح أبدأ فيها من الصفر حتى الربح، راح أبدأ معكم من الصفر. يعني بديش زي ما بيحكوا الناس إنه أغلبية مواقعك بتكون أصلا موجودة وأصلا فيها زوار عشان هيك أنت بتربح. لا، المرة هاي بهاي الدورة بدي أبدأ معكم من الصفر، من كل إشي، وراح أشتري دومين أمام عيونكم وأشتري هوست وأحط الموقع. فراح يكون أنا ولا إشي زيكم، ونبدأ من الزيرو حتى تشوفوا الربح بعيونكم إن شاء الله. زي ما حكينا الدورة راح تكون لايف، راح تشوفوا كل خطوة، ما راح أمحي أي خطوة منكم. كل إشي راح أعمله راح تشوفوه أمامكم، طبعا مش كل إشي، كل إشي في أشياء ما راح أقدر أعملها أمامكم لوقتها إن شاء الله بتعرفوا شو هي. فدورة كثير مهمة كثير حلوة، أي واحد بده يربح كليك بانك ونفسه يعرف شو كليك بانك، وبشوف هالناس على الإنترنت خصوصا الأجانب كيف بيربحوا الملايين من كليك بانك، وحابين يربحوا منه ويشوفوا كيف طريقة عمله، فأحضروا الدورة هاي إن شاء الله وراح تشوفوا كيف إنها مهمة فعلا. طيب وين بدكم تشوفوا الدورة؟ وين بدكم كيف بدكم تشوفوها؟ أول شي طبعا راح أضعها مدونتي، راح أضع اللي بيعرف مدونتي فاتها على المنيو في المدونة، راح أضيفهم منيو جديد اسمه كليك بانك أو دورة كليك بانك، أنا بشوف المناسب. هاي هون المنيو راح تكون خلاصة الفيديوهات، يعني كل الفيديوهات اللي بعملها راح أحطها بالمنيو هون، بحيث إنه واحد فاته فيديو أو اثنين ما يقدر انه يمشي معنا يوميا زي ما انا حكيت بالاعضاء الفيديو، يرجع هون على المنيو ويشوف الفيديوهات اللي راحت عليه بكل بساطة. الموقع الثاني راح احطه عند الاقسام برضو مدونتي، راح اضيف هون قسم اسمه دورة كليك بانك او كليك بانك. لما اذا دخلتها راح تشوف كل فيديو بضعه بيكون على شكل مقالة، راح اكتب شوية كلام شرح عنه، بعدين بحط الفيديو تحت، وبعدين بحط المهمات اللي انت لازم تعملها في هذا اليوم اللي راح احطه. طبعا انا نصيحتي اول اشي انكم تتابعوا معنا بالاقسام هون، كل مقالة بضعها بكليك بانك تفوتوا تقرؤوها، تعملوا مهمات بعدين تشوفوا غيرها. في حالة انك نسيت تشوف مهمة او فيديو، ممكن تروح عند المنيو هون وتكبس عليها وتشوف الفيديوهات لوحدها من غير ما تشوف الكلام او المهمات الموجودة، باختيارك انت. بعدين ممكن تشوفوها الدورة باليوتيوب، راح اضعها بالقناة على اليوتيوب. بتمنى انكم طبعا تعملوا سبسكرايب للقناة وتكونوا موجودين معنا، عشان طبعا ما يروح عليكم شيء من الفيديوهات، تكونوا اول باول شو ما انزل فيديو بتعرفوا انه فعلا انا نزلت فيديو. تمام، هاي هيك الدورة، هاي اسلوبها راح اعمله ان شاء الله، ان شاء الله تكونوا متحمسين زي ما انا متحمس.
انتظروني ان شاء الله، هاي اول فيديو بنزله. من الفيديو الجاي راح نبدأ ان شاء الله بالعملية الكاملة للربح من كليك بانك. نشوفكم بالفيديو الجاي.